فاجأ الفنان الإماراتي محمد المازم الجميع بقرار اعتزاله عام 2007، حيث إنه قدم في مسيرته التي استمرت 16 عاماً 15 ألبوماً عاطفياً لاقى جميعها صداً واسعاً جداً وحقق نجاحاً باهراً. ويعد الفنان المازم المغني العربي الأول الذي يصور أعماله في الهند وتركيا. وفي تبرير المازم لاعتزاله يقول: الأغنيات العاطفية لا تفيد أحد، وعقب إصدار أي ألبوم أجلس مع نفسي جلسة مصارحة وبالنهاية أكتشف أني لا أقدم شيئا مفيدا.